استراتيجي من الأكسجين، تمام؟ طبعا. هل احنا نقدر نقول النهاردة عندنا احتياطي استراتيجي طبقا لتصريحات وزيرة الصحة؟ ده معناه ان احنا ما فيش مستشفى فيك يا مصر فيها مشكلة في الأكسجين؟ طبعا يا فندم، انا بكلم حضرتك وانا راجع من زيارة ميدانية لإحدى المحافظات بناء على تعليمات معالي الوزيرة. نعم. احنا الأكسجين بيتابع على مدار الساعة، بتتم 6-4 قراءات على مدار اليوم، يعني بتبلغ وزارة الصحة بتوافر الأكسجين في كل مستشفى موجودة في جمهورية مصر العربية كل 6 ساعات. طبعا حضرتك، كل احنا زي ما تفضلت معالي الوزيرة وقالت ان بننوع كل المصادر بتاعتنا بتاعت الأكسجين، تم فتح مصانع كانت مغلقة، تم تسهيل كثير من الأمور لإنتاج الأكسجين الطبي. فزي ما قالت معالي الوزيرة أستاذة الدكتورة هالة زايد، احنا دلوقتي أكثر من الإنتاج بتاعنا المعتاد اللي بتستهلكه مستشفياتنا أكثر من 50% إضافة إلى هذا. فأعتقد إن احنا آمنين الحمد لله، والقراءات اللي والمتابعة كل 6 ساعات في توافر الأكسجين بتضمن إن احنا أي مشكلة قد تطرق فهي بتتحل من قبل ما تحدث أساسا. يعني نتمنى نتمنى ده الحقيقة دكتور محمد. إن شاء الله. النهاردة تصريح رئيسة وزيرة الصحة بأنه الأعداد بدأت تنخفض، هل ده نقدر حضراتكم يعني بتحللوه في الوزارة أو كمهتمين بالملف بأنه إحنا كده تجاوزنا ذروة الموجة الثانية لكورونا وبدأ المنحنى ينخفض؟ طبعا هو زي حضرتك ما تفضلتي وقلتي، غرفة إدارة الأزمة بإشراف معالي وزير الصحة والسكان، احنا بنعمل تحليل لكل القراءات الوبائية للحالات الإصابة اللي بتحصل على أرض مصر. فطبعا من الأسبوع الأخير في شهر ديسمبر حتى الأسبوع الثاني من شهر يناير اللي احنا فيه دلوقتي، هو معدلات الإصابة قلت بنسبة 21%. اللي أكتر من كده كمان يا فندم، يعني حضرتك حتى حالات، يعني احنا وصلنا للذروة، خلاص عدينا الذروة دي والمنحنى ابتدى ينخفض. هو احنا في فترة انخفاض وثبات، لازم مزيد من الوقت يا فندم علشان نحكم على ده. تقريبا وقت قد ايه محتاجين لو استقرت الامور على كده نقدر نقول ان احنا مش هتحصل قفزة تاني ان شاء الله؟ نسبة اسبوع تاني او 10 ايام تاني يا فندم. طبعا اسبوع او 10 ايام. بس ده طبعا لو الأعداد فضلت في المعدل ده أو أقل، يبقى احنا كده عدينا ذروة كورونا. ولما تقل كمان يا فندم، يعني طبعا هو ده دكتور محمد سؤالي لحضرتك. طبعا طبعا.